بين يعلم ما بالأرحام وما في الأرحام، شتان بينهم، ما بالأرحام ولد ولا بنت، ما في الأرحام هيطلع مهندس ولا دكتور، وهيموت امتى، هيجيله صرع ولا مش هيجيله، في عيوب خلقية ولا مفيهوش بعدين مش وهو في جنين، شتان بين يعلم ما بالأرحام وما في الأرحام. في الأرحام ده لحد يوم ما يموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. أظن دي بقى عشناها كلنا، كلنا عشناها. المليونير اللي عنده مصنع وراح الصبح لقى محروق، ماذا تكسب غدا مش بعد أسبوع، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الجدع فينا يقول هيموت فين وأنا سلم، الجدع فينا يقول هيموت فين، سافر بره ومات. طب هو مهما كنت سألته في حياته انت هتموت في فرنسا، ما كانش عارف، مات في مستشفى في فرنسا. إن الله عليم خبير. دول الخمس غيبيات اللي ربنا خفاهم عننا: علم الساعة، أين متى الساعة، ينزل الغيث الوحيد لينزل مطر، يعلم ما في الأرحام مش ما بالأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هي دي الخمس غيبيات اللي لما تتشال وتتهبد ما تقدرش تعرفه. كان معايا واحد صاحبي يقول لي الظاهر الايام قربت، بقول له ايه، قال لي الايام لها علامات وكلام من، قلت له يا ابني القيامه دي من غيبيات. علامات ايه؟ اللي بيقول لك علامات القيامه دول دي اعتقد والله اعلم ده كلام مش صح، لان دي حاجه من الغيبيات الخمسه اللي هي علم الساعه ده وعلم الساعة. هتطلع امتى يوم القيامه؟ يقول لي لا النهارده الاثنين هتبقى يوم الخميس ان شاء الله اليوم. حاجه تضحك يعني، زي بالظبط اللي قال لك يعلم ما في الارحام ما بالارحام، ما احنا عرفنا بالسونار ده ولد ولا بنت. طب ويا هو ده عرفت حاجه ان ده ولد ولا بنت؟ مش دي القضيه يا ابني، القضيه يعلم ما في الارحام. نلتقي بعد الفاصل ان شاء الله.